النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس التاني وهو كيف تعمل الحواس. الأول نفهم يعني إيه حواس. الحواس دي حاجات إحنا بنستعملها عشان نستكشف ونعرف العالم والدنيا من حوالينا، زي مثلا لما تيجي تشم وردة تستعمل حاسة الشم، ماما لما تعمل أكل وتيجي تستطعم تستعمل حاسة التذوق، طب لما بتيجي بتسلم على صاحبك بتستعمل حاسة اللمس، طيب لما بتقعد انت واخوك تتفرج على التلفزيون تستعمل حاسة البصر، طيب لما بتقعد تسمع الاغاني والموسيقى اللي انت بتحبها بتستعمل حاسة السمع. يبقى الانسان والحيوان عندهم 5 حواس: شم، تذوق، لمس، بصر، سمع. الشم لما بنيجي نشم اي رائحة، تذوق لما بنيجي نستطعم الاكل اللي ماما ايه عملته لنا، ده حلو ولا مر، حادق، حامض. طيب اللمس لما بتيجي تلمس اي جسم عشان تحس بالملمس، اذا كان خشن او ناعم، او اذا كنت هتحس بملمس فرو الحيوانات. طب حاسة البصر عشان نقدر نستعملها ان احنا نشوف الالوان ونشوف الوان السماء ونقدر نميز ما بين الالوان. طب حاسة السمع عشان تقدر تسمع صوت جنبك او صوت موبايل بيرن. فالحواس 5 حواس: شم، تذوق، لمس، بصر، ايه، سمع. طيب هنلعب لعبة، انت تاخد العضو اللي قدامك وهتوصله بالصورة المناسبة قدامك وتحله يا سمع. طيب هل الحيوانات بتستعمل الحواس زي الانسان ولا بتختلف؟ الانسان احنا قلنا حواسه ديت بيستعملها عشان يقدر يستكشف ويتعرف على العالم اللي حواليه. يبقى تاني الانسان بيستعمل حواسه في ايه؟ قال بيستخدم حواسه يتعرف ويستكشف العالم اللي حواليه. طيب شفنا في يوم من الايام حيوان ماسك كتاب وقاعد يقرا، هو مش عايز يستكشف العالم، امال هو عايز ايه؟ قال لي هو عايز يحصل على غذائه، يصطاد فريسته، يهرب من الخطر عشان يبقى على قيد الحياه. فقال تستخدم الحيوانات حواسها لكي تحصل على غذائها والقبض على فريستها ولحماية نفسها من أجل البقاء على قيد الحياة. يبقى الإنسان بيستخدم حواسه ليتعرف على العالم من حوله، أما الحيوان بيستخدم حواسه عشان يحصل على غذائه أو يقبض على فريسته أو يحمي نفسه من أجل البقاء على قيد الحياة. ممكن هنا لخبطنا بقى في الأسئلة ويجي يقول لي يستخدم كل من الإنسان والحيوان حواسهم ليتعرفوا على العالم، صح ولا غلط؟ طبعا غلط، لأن الإنسان هو اللي بيستخدم حواسه عشان يتعرف على العالم. يجي لي صح ولا غلط؟ يستخدم الحيوان حواسه ليتعرف على العالم. قلنا غلط، مين اللي بيستعمل حواسه عشان يتعرف على العالم؟ هو الإنسان. أما الحيوان بيستخدم حواسه عشان يحصل على غذائه أو يقبض على فريسته أو يحمي إيه نفسه من أجل البقاء على قيد الإيه الحياة. يبقى كل الإنسان والحيوان بتختلف طريقة استخدامهم للحواس. طيب تعالوا ناخد حاسة السمع القوية. فاكرين الخفاش؟ خدناه في التكيف ان الخفاش عنده حاسة سمع قوية جدا وبيقدر يحدد فريسته بالليل ازاي. قلنا ان هو بيرسل موجات صوتية، الموجات الصوتية دي لما بتصطدم بجسم الحشرة او بجسم الفريسة فبترتد له تاني، فبيقدر يحدد موقع الايه الفريسة فيصطادها. طب احنا قلنا الطريقة دي اسمها ايه؟ تحديد الموقع بالصدى، وهو استخدم فيها حاسة ايه؟ حاسة السمع. فقال لي يستطيع الخفاش تحديد موقع فريسته عن طريق تحديد الموقع بالصدى باستخدام حاسة السمع. طيب لقوا مين شبه الخفاش؟ لقوا الدولفين. الدولفين بيبقى موجود في المية وعنده حاسة السمع بتاعته قوية جدا، فهو برضو بيرسل موجات صوتية تحت المية. الموجات ديت لما بتنتشر في المية ودي تصطدم بسمكة فتروح الموجات ديت رجع له تاني، فبيقدر يحدد مكان الايه الفريسة او مكان السمك. وبرضو الطريقة دي اسمها تحديد الموقع بالايه بالصدى. فقال لي يستطيع الدولفين تحديد موقع الاسماك تحت الماء عن طريق تحديد الموقع بالصدى باستخدام حاسة السمع. يبقى كل من الخفاش والدولفين عندهم حاسة سمع قوية وبيستعملوها لتحديد موقع فريستهم عن طريق تحديد الموقع بالصدى. طيب قال لي الدولفين مش بيستخدم حاسة السمع بس انه يبحث عن الطعام، لا، قال لي بالليل والدولفين تحت المية بتبقى الدنيا ضلمة جدا، فمش هيسيب نفسه
ان هو يبقى فريسه لسمك القروش والحيتان، وهيحمي نفسه عن طريق ان هو يسمع صوت اللي جاي جنبه. زي كده يا ولاد لما بنيجي نلعب استغمايه ونغمي عينينا واصحابنا يستخبوا، احنا بنعتمد على حاسه الايه، السمع، عشان نسمع صوتهم، عشان نمشي ورا الصوت ونمسكهم. الدولفين بيعمل نفس الطريقه، ان هو بيقدر يحمي نفسه عن طريق حاسه السمع الايه، الفائقه اللي عنده. فقال لي يبقى يستخدم الدولفين حاسه السمع والفائقه في ايه؟ اول حاجه في البحث عن الطعام. رقم اتنين، قال ان هو بيحمي نفسه تحت الميه في الايه، في الظلام. طيب النمس المصري، شفتوا الحيوان اللي قدامنا ديت؟ بنلاقيه عايش في مجموعات كده، وما بينهم صرصرة، صوت كده غريب بنسميه صرصرة رغي، بيفضلوا يقولوا لبعضهم انا رايح انام، انا رايح اصطاد فريسة، بيفضلوا يقولوا لبعضهم كده، انا رايح اجيب الاكل الموجود في المكان ده. فقال لي تعتمد طريقة التواصل في النمس المصري على طريق الاصوات التي هي مثل الايه، الصرصرة. طيب قلنا الحيوانات كل الحيوانات عندها الحواس الخمسة، بس بتختلف كل حيوان عن الحاسة اللي هو بيستعملها. طب هو بيستخدم حواسه في ايه؟ اول حاجة قال في تجنب الخطر. ممكن نلاقي حيوان بيستخدم حواسه او حاسة السمع مثلا في تجنب الخطر، وحيوان تاني حاسة الشم، وحيوان تاني بيستخدم حاسة البصر. فكل حيوان بيختلف في استخدام ايه؟ حواسه. رقم اتنين، بيستعملها في ايه تاني؟ قال لي في البحث عن الطعام. تخيل كده انت داخل البيت وعندك قطة او كلب، هتلاقيه بيجري على الاكل، فهو بيستخدم حاسة الشم للبحث عن الطعام. او احنا لسه واخدين مين؟ الخفاش والدولفين، استعملوا حاسة مين؟ السمع، عشان يبحثوا عن الايه؟ عن الطعام. طيب يبقى تجنب الخطر، البحث عن الطعام. رقم ثلاثة هتبقى ايه؟ ها، قال لي تعرف الاصدقاء. يعني ايه تعرف الاصدقاء يا ولاد؟ يعني مثلا احنا مربيين قطة، وجينا في يوم من الايام خدنا القطة ديت وطلعناها بره في الشارع، بعد يومين ثلاثة هيلاقي القطة راجعة لنفس المكان وعارفة نفس الاشخاص اللي هم ربوها. ليه؟ لانها بتعتمد على حاسة ايه؟ حاسة الشم. طب رقم اربعة، تمييز الاشياء. طيب يعني ايه تمييز الاشياء؟ يعني انت مثلا مربي كلب وهات اكلك نوعين من الاكل وديهم للكلب، هتلاقيه بيستعمل حاسة الشم عشان يميز ما بين النوعين ويختار اللي هو ايه؟ بيحبه، اللي هو الحاجة اللي بياكلها. فقال لي يستخدم الحيوان حواسه في تجنب الخطر، في البحث عن الطعام، في تعرف الأصدقاء، في تمييز الأشياء. تجنب الخطر، البحث عن الطعام، تعرف الأصدقاء، تمييز الأشياء. يبقى الحيوان بيستخدم حواسه في الأربع أسباب دول. طيب تعالوا كده للغزالة. الغزالة بنلاقي مسافة بعيدة قوي الأسد متربص ليها وعايز ايه؟ يقوم يفترسها، وهي فجأة من غير ما تتلفت ولا تعرف ان في اسد، بتاخد نفسها وهوب بتجري. طب هي حست بالاسد ازاي؟ ان هي عندها حاسة شم قوية جدا، بتقدر تشم عدوها، يعني عدوها والخطر، وبتقدر ان هي تشم رائحة ايه؟ طعامها. يبقى الغزلان بتستطيع شم رائحة طعامها او عدوها عشان عندها حاسة شم ايه؟ قوية. طيب العنكبوت، العنكبوت ازاي بيصطاد فريسته؟ الاول بيلمس او بيمسك فريسته، وبعدين يقعد يلفها بالخيوط بتاعته كده عشان يشل حركتها. يبقى العنكبوت استخدم حاسة ايه عشان يمسك فريسته؟ الشاطرين، هو لمسها. يبقى تستطيع العناكب الشعور بفريستها وايه؟ ولمسها. طيب الكائن اللي بعده مين ديت؟ الصورة اللي قدامنا، النحل. اظن كلنا عارفين النحل، بس اللي ما نعرفوش عن النحل ان النحل عنده حاسة بصر قوية جدا، لانه بيرى بالاشعة الفوق بنفسجية. يعني ايه اشعة فوق بنفسجية؟ يعني ما بيشوفش الالوان زينا، يعني اللون الاصفر اللي احنا شايفينه هو بيشوفه بنفسجي، اللون الاحمر اللي احنا شايفينه هو شايفه ايه؟ اسود. فالالوان ديت بتجذب، فبيقدر ان هو يتغذى على الايه؟ الزهرة بتاعتها. تمام؟ فقال لي ان النحل عنده حاسة بصر قوية جدا لانه بيشوف بالاشعة فوق بنفسجية. كمان حاجة عنده حاسة تذوق، بيعتبر شيف كده ذويق. يعني ايه شيف ذويق؟ يعني بيقدر يميز الطعم الحلو والمر والمالح والحامض، فعنده حاسة التذوق قوية جدا. فالنحل تاني يا ولاد عنده حاسة بصر لانه بيشوف بالاشعة فوق بنفسجية، ودي بتمكنه ان هو يحصل على غذائه
وان هو عنده حس التذوق، انه بيقدر يميز بين الايه، الطعم الحلو والمر والحادق والمالح. يبقى النحل بيمتلك قدرة على الرؤية بالأشعة فوق بنفسجية للحصول على طعام، والنحل بيقدر يميز بين الطعم الحلو والحامض والمر والمالح عند حاسة التذوق. طيب النسر يا ولاد عينيه عاملة زي العدسة المكبرة، بيقدر يشوف الفريسة بتاعته هو على مسافات عالية جدا في السماء. فقال لي النسر يستطيع رؤية طعامه من على ارتفاع عالي في الايه، في السماء، فعنده حاسة الرؤية بتاعته قوية ايه جدا. الصورة اللي قدامنا ديت مين؟ النمل. النمل مع انه كائن صغير بس معروف بالنظام، منظم جدا، ويبقى عايش في قبائل كده، مجموعات كبيرة. فلما بيجي بيبحث عن طعامه ما بتطلعش القبيلة او المجموعة كلها، لا ده هو بيطلع 5 أو 6 كده منهم، يروح يدور على الاكل ويشوف الطريق امن ولا لا. لما يلاقوا الاكل بيرجع 2 منهم يبلغوا القبيلة عشان القبيلة تروح تساعدهم ان هم يشيلوا الايه، الطعام بتاعهم. طيب يا مس احنا بنلاقيهم ماشيين ورا بعض في خط مستقيم، ما هو النحل اللي هم 5 6 اللي مشوا دول بيسيبوا على الارض رائحة، عشان النمل اللي جاي بعدهم يقدروا يشموا الرائحة ديت ويقدروا يمشوا في نفس الخط اللي هو الطريق الامن اللي بيبعدهم عن الايه، عن الخطر. معنى كده ان النمل عنده حاسة ايه، شم قوية. فقال لي يترك النمل رائحة على الأرض أثناء حركته عشان يعرفها النمل اللي جاي بعده، ويتبعه في نفس الطريق باستخدام حاسة الإيه، حاسة الشم. تعالوا بقى نلخص الجزء اللي احنا أخدناه كله. عند الإنسان والحيوان عنده 5 حواس. الانسان بيستعمل حواسه ان هو يكتشف العالم المحيط به. طب الحيوان قلت عشان يحصل على غذائه او يهرب بايه من الخطر، او يحصل على فريسته عشان يبقى على قيد الايه، الحياه. يبقى استخدام الانسان لحواسه بتختلف عن استخدام الحيوان لايه، لحواسه. طب تعالوا كده نجمع الحواس عشان نقدر نعرف نذاكرها. اول حاسه احنا اخدناها هي حاسه السمع، برافو عليكم. حاسه السمع اخدنا فيها كائنين 2، الخفاش والدولفين. وقلنا الخفاش والدولفين عندهم حاسة السمع قوية جدا، ويقدروا يحددوا موقع الفريسة بتاعتهم عن طريق تحديد الموقع بالايه يا ولاد، تحديد الموقع بالصدى باستخدام حاسة الايه، السمع. طيب بعد حاسة السمع احنا خدنا حاسة الشم. طب حاسة الشم احنا قلنا زي مين؟ زي الغزالة وزي النمل. الغزالة قلنا ان هي عندها حاسة شم قوية جدا، بتقدر ان هي تشم رائحة عدوها او رائحة الطعام. طب النمل قلنا النمل هو طالع بيسيب رائحة في المكان، او في المكان اللي مشي فيه، عشان النمل بتاع القبيلة بتاعته هو جاي وراه يقدر يمشي في خط مستقيم ويبعد عن الخطر. طيب حاسة مين تاني؟ حاسة البصر. اخدنا حاسة السمع، حاسة الشم، حاسة الايه، البصر. زي مين اللي قلنا عنده رؤية قوية جدا؟ زي النحل. وفهمنا ان هو بيرى بالاشعة فوق بنفسجية عشان يحصل على الطعام. وزي النسر قلنا عيونه شبه العدسة المكبرة، بتشوف الفريسة من على بعد عالي جدا. الحاسة اللي بعدها حاسة مين؟ حاسة اللمس. طب مين اللي قلنا اللي هو بيلمس فريسته ويقدر ان هو يشل حركتها؟ شاطرين العنكبوت، بيقدر يلف الفريسة بتاعته بخيوطه ويشل حركتها، ويقدر كده يحصل على غذائه. طب مين برضو اللي كان ايه قلنا عنده حاسة تذوق؟ قلنا تذوق، وهنا شيف زويق، بيقدر يميز بين الطعم الحلو والمر. هو مين؟ شاطرين. هو مين؟ النحل.